مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اش اخبار السوق. كيف ما معودينكم طيله شهر رمضان الفضيل باننا كل نهار كندخلوا السوق باش كنحاولوا نقربكم من الاسمنه ديال المواد الغذائيه. اليوم غندخلوا السوق باش نشوفوا الاسمنه ديال المواد الغذائيه والمواطن شنو كيستهلك اكثر في هذا رمضان هذا. اجيو تابعوا معنا ورجعوا لكم. انا بائع مواد غذائيه وداك الشيء كيخضع للعرض والطلب. كاين الحوايج اللي بقاو نورمال وكاين على العموم اللي الحمد لله كل شيء موجود، الاثمنه كتبقى مناسبه. كاين شي حوايج اللي قلال مثلا تيخضعوا على العرض والطلب. على العموم في رمضان لا كان ملي بدات الازمه كان ارتفعت شي شويه الحبوب وداك الشيء كانوا ارتفعوا، ولكن عاود رجعت الامور كما كانت. مواد الغذائيه كاين مشتقات الحليب، كاين الحبوب، كاين الدقيق، وعلى العموم هادشي اللي كيكون سميتو. زائد كورونا خلات الانسان يهتم بمسائل النظافه وهادشي. على العموم بالعكس كاين الحوايج انخفضات، يعني في الاول كان شويه الارتفاع، بالعكس دابا انخفضت شويه. كاين شويه انخفاض بحال التمور، بحال المسائل بحال التمور. التمور كانت ببدايه رمضان كانت شويه كانت سميتو نقصات، دابا كاين نقصات 2 دراهم 3 دراهم في الكيلو بالنسبه للتمور. بالنسبه للانسان مثلا كاين هذه الازمه اللي خلقتها كورونا، الانسان اللي مثلا مسكين ما تيدخل حتى ريال، هذا هو كتكون عنده ازمه خانقه. وكاين الناس اللي استافدوا من الرميد شويه، وكاين الناس الحمد لله اللي شويه، ولكن على العموم العموم الحمد لله في المغرب راه لله الحمد. وعلى الازمه خلقت مشاكل، ازمه خلقت مشاكل بالنسبه ل سميتو يعني حتى مثلا في رمضان الناس تتبدا الخدمه تاع الربعه الخمسه، هذيك الساعه كيكون حنا ملزوم علينا حنا نسدو، فهمتي؟ يعني كتكون واحد الحظر دايرينو حتى للسبعه بالنسبه للراجلين، ولكن الكوميرس وهذا الشيء الخمسه العشيه، بالتالي ملي كيبدا يتحرك عندنا حنا شويه الوقت كنسدو. كاين والدليل هو انا كنهضر معكم دابا ما كاين حتى كليان. بيعية ديال المواد الغذائية كل شيء متنوعة، وبالنسبة للأثمنة أثمنة عادية جدا. كانت في البداية كان إقبال كثير، كان شوية الضغط وكان واحد ارتباك بالنسبة للأثمنة بالنسبة للقطاني، ومن بعد رجعت الأسعار للمستوى تاعها وعرف السوق واحد الاستقرار، وهذا عادي لأنه كان واحد الضغط كثير وساهم في هذاك الشيء. الناس قبلوا على المنتجات بواحد الطريقه اللي كانت غريبه شويه، ما ادى واحد شويه الاحتكار ولكن ماشي كثير. بالنسبه للعدس، بالنسبه للحمص، بالنسبه لجميع المواد الاخرى فهي كانت اثمنه جديد عاديه. لا بالنسبه للاثمنه ملي دخل رمضان دابا الاثمنه عاديه، ما كاينش لا بالنسبه للاجبان ولا بالنسبه للمواد الغذائيه ولا بالنسبه لمشتقات الحليب، الاثمنه عاديه باش كتباع حتى الاقبال.
مع الاجراءات اللي اتخذتها الدوله بالنسبه للحجر الصحي انضمت شويه العمل، لانه حتى بالنسبه للسيكتور الناس ما كيجيوش عندك من جميع، ما كيجيو عندك الناس المنطقه، قليل اللي كيكون عنده اللي كياخذ شي رخصه استثنائيه كيجي يتقدى من برا ومن خارج الدار البيضاء، وهذاك الشيء ساهم انه حتى السوق تنظم، حتى الحركه عرفت واحد الانخفاض، ولكن بالمقارنه مع السنوات الماضيه كاين واحد ضعف على قلات، لانه عادي لانه الكليون كيجيو عندك ما كيجيوش عندك، ما كاينش حريه في التنقل، هذيك الحريه التنقل باش يجي عندك الكليان اللي عندك ويتقدم بواحد تلقائيه ما كاينش، وهادشي مساله عاديه وحنا متقبلينها، لانه لا بد من يكون عندك واحد تقريبا يجي عندك واحد في النهار واحد 500 600 كليان، كيجي عندك واحد 150 160، وهذا راجع للهداء اللي صابنا وصاب العالم. بالنسبه لو بوفوار داشا ديال المواطن بالنسبه لنا عندنا في دار السلطان، حنا دار السلطان فالقدره الشرائيه ما شويه هابطه، وحتى الناس كاين المواد من 5 دراهم بالنسبه بحال هكا المايس الذره، لانه اللي غير اللي عنده لو بوفوار ديالو كيتمشى على حسب البيجي اللي عنده. مسألة زعما يا أنا لاحظت هذا العام هذا سبحان الله العظيم الأثمنة كانوا في المستوى، الناس كي خداو هذاك الشيء على حساب أنه ما كاينش حتى الناس ما خدامينش كيجيريو الشهر ديالهم حاجة عادية، لأنه الإنسان كياخذ واحد الدخل محدود كيتمشى عليه باش يدير ليه هذيك المدة الكافية، وقد كان كيقتص الإنسان، كاين الإنسان دابا اللي كيتقدى على حساب اللي مسك ليه الله كياخذ الاحتياجات تاعو على حساب سيمانه 10 ايام، كاين اللي كيتقدى 3 ايام 3 ايام 4 ايام على حساب، كل واحد على حساب الفكره اللي كياخذ هو على حساب التسيير ديال المسائل الماديه ديالو. كنشكروكم وكنحييكم والله يرفع عنا الوباء والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. صافي ما صعيبه شويه، ما بقاش شويه بنادم ما خدامش وما ما كاينش منين تصرفي، كناخذوا الطحين مثلا اللحم خضره هذاك الشيء اللي تناخذو، الحانوت تناخذ منه كل شيء على الدري، ناخذ الصابون ناخذ ستي داك الاثمنه مناسبه وشويه الاثمنه مزيانه، الاثمنه مزيانه اللي بانت لينا مزيانه، وكناخذ كل شيء حاجه اللي كتعلق برمضان كناخذها، وهاد الايام بحال كنستهلو فيها شي حاجه ديال الحلويات الشباكيه البغريره هادشي اللي هي المهم اللي بزاف عندنا حنا، الطحين مزيان الحمد لله سلوك وكلشي هادشي كنستهلو الحمد لله، لا ما كاينش لا فرق، الفرق ما كاينش، الاثمنه ما فيهاش الفرق، الاثمنه مزيانه مناسبه لينا بالنسبه لينا، وكاين اللي ما يقدش عليها، كاين واحد النسبه بزاف 95% ما قدش على اثمنه. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكما شفتوا انا دخلنا السوق وسولنا الناس اللي كيبيعوا المواد الغذائيه وقالوا بان الثمن جد مناسب، وكذلك سولنا المواطنين وقالوا انه في رمضان بالعكس الاسمنه ديال المواد الغذائيه انخفضت. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، هذه شكرا لكم.